أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن الطقس النهاردة هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما بالليل فالجو هيكون معتدل على كل الأنحاء. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا دكتور. يعني يا دكتور، البلاد بتشهد النهارده انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بحوالي 8 درجات في القاهره، ولكن في بعض المحافظات ما شهدتش انخفاضات في درجات الحراره. عايزين نعرف ايه المحافظات اللي شهدت انخفاضات، وايه المحافظات اللي لم تشهد انخفاضات النهارده ودرجات الحراره فيها ما زالت زي امبارح. بالفعل احنا اليوم هنشهد طبعا انتصار لموجه ارتفاع درجات الحراره اللي بلغت ذروتها بالامس، وسجلت العظمى على القاهره الكبرى 43 درجه مئويه في الظل. محافظات جنوب البلاد سجلت 45 درجه مئويه. اليوم متوقع ان تنخفض درجات الحراره بحوالي 7 ل 8 درجات، ده طبعا على السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى. على محافظات شمال الصعيد زي المنيا واسيوط تنخفض بحوالي 4 ل 5 درجات، لكن محافظات جنوب البلاد زي الاقصر واسوان هتظل عليها الاجواء شديده الحراره، الانخفاض مش هيكون ملحوظ فيها، يعني انخفاض بحوالي درجه، فهيستمر عليها الاجواء شديده الحراره خلال فترات النهار. لكن طبعا المناطق الموجوده في شمال البلاد الاجواء طبعا مائله للحراره على سواحلنا الشماليه خلال فتره النهار، حر على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وزي ما قلنا هتظل شديده الحراره خلال فتره النهار على محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال فتره النهار، واحنا بدانا نتاثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مرتفع ده معاه كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا هي اللي بتعمل على انخفاض درجات الحراره خلال فتره النهار، بالاضافه كمان ان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فده هيجعل الاجواء يعني فيها انخفاض في الحراره، حتى كمان خلال فترات الليل هنشعر في الاعتدال الكامل في الاحوال الجويه خلال فترات الليل على اغلب محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان ان احنا مع فترات المساء هنلاحظ وجود نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيساعد اكثر على احساسنا بانخفاض لنسب الرطوبه، فبالتالي بنحس اكثر بالاجواء المعتدله تحديدا خلال فترات المساء. بالاضافه كمان مع انخفاض درجات الحراره في طبعا فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السلوم والمطروح، ده طبعا بسبب تحول الكتل الهوائيه ووجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وامتداد لمنخفض جوي على سطح الارض في المناطق. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 35 والصغرى بتسجل 22، الاسكندريه العظمى 29 والصغرى بتسجل 22، مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى بتسجل 20، سيوه العظمى 33 والصغرى بتسجل 22، بورسعيد العظمى 29 والصغرى 22، دمياط العظمى 28 والصغرى بتسجل 21، الاسماعيليه العظمى 36 والصغرى 21، السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 30 والصغرى 21، طابة العظمى 38 والصغرى 23، سان كاترين العظمى 35 والصغرى بتسجل 18، شرم الشيخ العظمى 42 والصغرى بتسجل 29، الغردقة كمان العظمى فيها بتسجل 42 والصغرى بتسجل 28، الفيوم العظمى 38 والصغرى بتسجل 25، بني سويف العظمى فيها كمان بتسجل 38 والصغرى بتسجل 25، المنيا العظمى 39 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 40 والصغرى 26، سوهاج العظمى 42 والصغرى بتسجل 27، قنا العظمى 44 والصغرى 27، الأقصر العظمى 45 والصغرى 28، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 46 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 45 والصغرى 26، شلاتين العظمى 40 والصغرى 29، وأخيرا حلايب العظمى 37 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا. شكرا.